إذن أعزائي المشاهدين، تغطيتنا متواصلة عبر تي في بازلنا لتغطية أحداث ومستجدات بطولة العلاف الرمضانية الرياضية الثالثة على كأس الفقيد الأستاذ زاهد قدسي. يقف بجانبي في هذه اللحظات الأستاذ إبراهيم زاهد قدسي نجل الفقيد الراحل الأستاذ زاهد قدسي. بداية أستاذ إبراهيم، نرحب بك مرة أخرى عبر عدسة تي في بازلان. أهلا وسهلا بكم، وهذا يعني وفاء من الجميع الحمد لله، أنه أنا يعني حضرت الافتتاح والختام، والحمد لله يعني هذا شيء جميل في مجتمع، وخاصة مجتمع المكي والسعودي اللي هو عملية الوفاء لرموز الحمد لله خدمة البلد، يعني الحمد لله في المجال الإعلامي والتربوي والرياضي إن شاء الله. أستاذ إبراهيم، يعني بادرة ليست بغريبة على الأستاذ أسعد العلاف، بادرة ليست بمستغربة من الأستاذ أسعد العلاف، وفكرة جدا تعد وتعتبر إيجابية ومثالية لهذه البطولة ولهذه الدورة، ألا وهي مناورة تكريمية جمعت العائلتين أبناء الكعكي وأحفاد القدسي لزيادة التراحم أو لزيادة الترابط بينهم، سواء من الجانب الرياضي أو حتى من الجانب الاجتماعي. كيف شفت الفكرة وكيف شفت الليلة مع بدايتها بمجمل عام قبل بداية المباراة الختامية؟ هي فكرة جميلة من الأستاذ أسعد طبعا، والأستاذ أسعد زي ما قلت لكم سابقا في صلة قرابة معاه، وطبعا كل أهل مكة إن شاء الله وعوائلها خاصة الرياضية مرتبطة يعني آل الكعكي وآل التونسي وآل القدسي، يعني الحمد لله كلهم تربطهم صداقة وأخوة، وإن شاء الله نتكون متواصلة مع، ونشكر أخونا أبو عماد والأستاذ أسعد على هذه البادرة بصراحة. كيف شفت يعني الفكرة بأن تنظم بطولة ربما هي الأولى على مستوى أحياء مكة المكرمة تحمل اسم رمز من رموز الإعلام في فترة ماضية الفقيد؟ نرجو الرحمة والمغفرة له من الله سبحانه وتعالى للأستاذ زاهد قدسي. والله أنا أتمنى إنه بعد كده تستمر الفكرة هذه بإطلاق الأسماء، يعني الناس اللي خدمت البلد كمان، يعني زي مثلا عندنا اليوم كبير سعيد لباني، البطولة القادمة تسمى باسماء ناس يعني خدمة الرياضة بالذات، أستاذ عبد الله عريف طبعا لا ننسى الناس هذولا، أستاذ أحمد قارود اللي هو مؤسس نادي الوحدة، يعني لأنه بعد فترة حيجوا ناس أو جيل جديد حينسى الأسماء هذه، وأنا ناديت كثير بعملية عمل متحف في نادي الوحدة تحمل الأسماء هذه، لكن الدورات هذه برضو بتذكر الناس بالأشخاص اللي رحلوا عننا. يعني ما شاء الله تبارك الله، اليوم في المباراة النهائية حضور جماهيري أكثر من رائع، حضور للعائلتين سواء أحفاد القدس أو أبناء الكعكي، وجسدوا روح المنافسة والروح الحبية داخل أرضية الملعب من خلال المناورة الحبية. بعد المناورة تم التكريم وتمت الأفراح بهذه الوضعية وتوزيع الدروع من العائلتين، يعني شيء جميل، شيء مثالي. انطباعك؟ الحمد لله، يعني طبعا الشيخ عبد المعطي والاستاذ حاتم عبد السلام والاستاذ هشام كعكي طبعا تربطني علاقه بهم علاقه وثيقه، يعني وخاصه مع الوالد خلال فتره تراوس الاستاذ حاتم كمان والشيخ عبد المعطي كعكي لنادي الوحده، الوالد كان نائب اعضاء الشرف مع الدكتور محمد عبده رحمه الله، فيعني هذا شيء من الاعتراف بالفضل للناس اللي رحلوا عننا. أستاذ إبراهيم، مستغلا هذه الوقفة، ما هي رسالتك للقائم على هذه البطولة والرجل الأول للأستاذ أسعد العلاف؟ أستاذ أسعد، يعني أنا كان ودي أني أساهم وأساعد في بأكثر، لكن بتزامن جائزة الوالد للمعلقين الرياضيين يعني أدت في نفس الشهر الكريم، فأنا أعتذر منه، لكن إن شاء الله نوقف معاه في المرات الجاية إن شاء الله ونكون، وهي يعني هذا مشكور لتذكر الوالد وإن شاء الله هذا وفاء منه بإذن الله. أستاذ إبراهيم، سعادة كثيرة متواجدك معنا عبر تي في بازلان، ثانكس فور كامي مستر إبراهيم، ثانك يو. عافية، كل عام أنت بخير إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفكم السنة الجاية إن شاء الله. بإذن الله.